بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، أعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 16 من شهر صفر من عام 1423 من الهجرة. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا سألني إنسان وقال ما مذهبك، هل يكفي أن أقول أني من أهل السنة والجماعة وعلى معتقدهم، أم يجب أن أقول بأني سلفي لأن أهل السنة والجماعة ينتبه إليها الأشعري والماتريدي وغيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا سألك سائل ما مذهبك فإنك تجيبه، لأن مذهبك في العقيدة والتوحيد مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة ومن سار على منهجهم. وأما في الفقه فتذكر له المذهب الذي أنت عليه من المذاهب الأربعة، مذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، وتقول له: إنني أتبع ما ترجح بالدليل، أتبع ما ترجح لدي بالدليل من هذا المذهب، ولا آخذ المذهب قضية مسلمة ما دام عندك استعداد للترجيح ومعرفة الدليل. فتبين له هذا بأن تقول: مذهبي في العقيدة ما كان عليه سلف الأمة، ومذهبي في الفقه ما أحد المذاهب الأربعة، ولكن من غير تقليد أعمى، بل آخذ ما ترجح بالدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم، علما بأني أحفظ القرآن وأنساه، وقد حفظت 8 أجزاء ونسيتها، وهل علي شيء إذا كنت لا أراجع القرآن؟ طريقة كل على ما تيسر له، النفس ليس سواء. الطريقة الصحيحة أنك تقرأ القرآن على مقري من المقرئين المجودين لتتقن قواعد القراءة، وأن تكرر الآيات حتى تحفظها، ولا تكثر في الحفظ من الآيات اليومية. تقرأ آيات معدودة تكررها حتى تحفظها، وهكذا حتى تكمل القرآن كله شيئا فشيئا، وتكون قراءتك على مقرئ من المقرئين المجودين. ثم إذا حفظت القرآن كله فإنك تتعاهده بالتلاوة، تتعاهده كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولا تقول: إني حفظته، ثم تعتمد على حفظك وتترك تلاوة القرآن، بل كرر تلاوته حتى تختمه في الشهر أو في الأسبوع أو في 10 أيام أو في 3 أيام حسب استطاعتك. قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذا غفلت عنه فإنك تنسى، أما إذا كررت تلاوته وداومت عليها
أن تجعل لك حزبا يوميا تداوم عليه طول السنة، فإنه بهذه الطريقة بإذن الله يثبت عندك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إنني موظف في إحدى المستشفيات، وفيها من النساء الأجنبيات وهن كافرات ويكشفن عن شعورهن، وأنا أنصحهن، وقال لي أحد الإخوة لا تنصحهن لأنهن كافرات ولا يجب عليهن تغطية الوجه، فهل هذا صحيح؟ يا أخي، ما فرض عليك أنك تعمل في هذا المكان، الواجب عليك أن تنتقل منه، إلى عمل آخر بعيدا عن النساء، تنجو بنفسك ولا تبقى في هذا العمل الذي فيه فتنة وفيه اختلاط بالنساء كافرات أو مسلمات، لأن النساء فتنة وأنت في عافية، والأعمال كثيرة ولله الحمد، والمجالات طلب الرزق كثيرة، فابتعد عن هذا المجال إلى مجال آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا موظف حكومي، ويوجد لدينا إجازة 10 أيام اضطرارية، ولكن بعض الموظفين يأخذون هذه الإجازة للسفر إلى مكة أو إلى المدينة أو غيرها، فهل يجوز أخذ هذه الإجازة حتى ولو لم أكن مضطرا إليها؟ الإجازة إجازتان، إجازة نظامية للموظف، هذه لا حرج فيها تأخذها لأنها نظامية، أما الإجازة الاضطرارية المقيدة بالضرورة هذه لا تأخذها إلا عند الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أفتيتم بجواز لبس القصير وهي التنورة القصيرة للمرأة أمام النساء من بنات جنسها؟ أنا أقول للمرأة عند النساء تلبس ما يسترها ولا يبدو منها إلا ما جرت العادة بكشفه مما لا فتنة فيه عند النساء، كالوجه والكفين والقدمين، هذا ما تكشفه المرأة عند النساء. وأما أن تلبس القصير عند النساء، قصير الأكمام أو قصير عن القدمين بحيث تبدو الساقان، هذا لا يجوز لا عند النساء ولا عند غيرهم، لأن هذا فتنة، وتكون هذه المرأة قدوة للنساء، قدوة سيئة للنساء، فلا تبدي عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لدينا دار خيرية، فهل يجوز البناء فوق سقف المسجد الذي في الدار أن نبني فيه فصولا دراسية للنساء ولا تكون عندئذ من المسجد؟ النساء يكون لهن مكان خاص في بيت أو في غرفة خاصة، ولا يدرسن في المسجد، المسجد للرجال ويدخله الرجال، فالنساء يجعل لهن مكان معزول خاص مستور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة في النفاس انقطع عنها الدم في اليوم 19، فهل تصلي أو لا بد من تمام 40 يوما؟ المرأة النساء يختلفن في النفاس، منهن من لا يأتيها دم أصلا فهذه ليس لها نفاس، ومنهن من يأتيها دم يسير في أيام قليلة، ومنهن من يأتي عليها دم يستغرق 40، فهن يختلفن، ولا تترك الصلاة إلا إذا كان ينزل عليها دم، إذا كان ينزل عليها دم بعد الولادة هذا نفاس، تترك من أجله
الصلاة والصيام في رمضان، فإذا لم ينزل عليها دم فإنها تغتسل وتصلي في خلال الأربعين ولو لم تكمل الأربعين، لأن المدار على نزول الدم، فما دام الدم ينزل فهي نفساء إلى أربعين، وإذا انقطع الدم قبل الأربعين فهي طاهر تغتسل وتصلي. نعم. السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا رجل صار مع أخي خلاف، أو صار لي مع أخي خلاف، فحلفت أن لا أحضر الزواج، ثم حضرت الزواج، هل علي كفارة أم لا؟ نعم، إذا حلفت أن لا تحضر الزواج ثم حضرته فعليك الكفارة، لأنك خالفت اليمين، وهذا اليمين يجب عليك أن تنقضه وأن تحضر الزواج وتكفر عن يمينك. قال الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فكونك تحضر الزواج ولا يحصل بينك وبين أخيك سوء تفاهم، فهذا هو الواجب عليك، وتكفر عن يمينك. نعم، حضورك الزواج قد أحسنت فيه وعليك كفارة اليمين. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز قول بعض الناس بأنه من الصعب أن تدعو مدمن المخدرات، وأنه من النادر أن يتوب الذي ابتلي بذلك؟ لا، هذا كلام باطل. يدعى المسلم المذنب يدعى ولو كان مدمنا للمخدرات، ولو كان مهما كان من المعاصي، فالمسلم يدعى إلى التوبة مهما بلغ ذنبه، حتى الكافر يدعى إلى الإسلام، والمشرك يدعى إلى التوحيد. الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب، فإن حصلت النتيجة وهي توبة المخالف هذا هو المطلوب والحمد لله، وإن لم تحصل النتيجة فأنت أبرأت ذمتك وأديت ما عليك، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا تترك الدعوة إلى التوبة، الدعوة إلى الله لا تترك أبدا مهما أمكن ذلك، مع متعاطي المخدرات ومع غيرهم، ولا تقنط من التوبة ومن رحمة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال يقول: بنت في الثانوية في مرحلة التخرج، وسوف تتخرج إلى المرحلة الجامعية بإذن الله بعد اختبارات القادمة، وطلب أحد أقاربها مقابل التوسط لها في هذه الجامعة أن يعطى مبلغا ماليا قدره 3,000 ريال، فهل هذا جائز أم يعتبر من الرشوة؟ هذا من الشفاعة، الشفاعة الحسنة، ولا يأخذ على الشفاعة مقابل، لأن الشفاعة الحسنة يقصد بها الإحسان إلى المشفوع له، فلا يأخذ في مقابلها شيء، وإنما يحتسب الأجر عند الله ويقصد نفع المسلم، لا يأخذ في مقابلها شيء. وإذا كان أخذها لموظف هذه رشوة، إذا كانت الدراهم تعطى لموظف من أجل توظيف المتخرج رجلا أو امرأة هذه رشوة، أما إن كان أخذ الدراهم في مقابل الشفاعة فقط فهذا لا يجوز، لأن الشفاعة عقد إرفاق يقصد منه الإحسان إلى المشفوع إليه، ولهذا جاء النهي عن قبول أخذ المال في مقابل الشفاعة.
الشفاعة الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: رجل صار عليه حادث سيارة وأغمي عليه فترة مر خلالها شهر رمضان وهو مغمى عليه، فهل عليه قضاء الصيام والصلاة أم لا؟ إذا طال الإغماء فترة طويلة فليس عليه شيء، إذا صح فإنه يصوم ويصلي في المستقبل، أما ما مضى عليه وقت طويل وهو مغمى عليه فليس عليه قضاء لا صلاة ولا صيام، لأنه فاقد للوعي، ومن فقد الوعي سقط عنه التكليف. نعم. أما إذا كان الإغماء يسيرا بإمكانه أنه يقضي الأيام ويقضي الصلاة فإنه يقضي، إذا كان ثلاثة أيام في حدود ثلاثة أيام يومين أو يوم فهذا يقضي، أما إذا كان طويلا فهذا ليس عليه قضاء لأنه حين الإغماء غير مكلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا فات الرجل قيام الليل هل يقضيه في النهار وترا أم يقضيه على ما هو عليه؟ لا، هذا ورد الدليل أنه يقضيه شفعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل صلى من الضحى 12 ركعة، كان في الليل يصلي 11 ركعة، فإذا قضاه في النهار شفعه فصار يصلي 12 ركعة فيقضيه في النهار شفعا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اشتريت سيارة من المعرض فقال لي صاحب المعرض: هنا ضمان ب1000 ريال لمدة سنة أو 20,000 كيلومتر وأنت ذو الخيار، فهل يجوز أخذ هذا الضمان لأساسيات السيارة فقط، وما المحذور إذا كان هذا لا يجوز؟ هذا لا يحتاج ضمان، إذا بان في السيارة عيب كان فيها قبل البيع فإن لم يشتريها بالخيار، إن شاء أمسكها وأخذ الأرش فهو نقص العيب، وإن شاء ردها، ولا يحتاج إلى ضمان، هذا شيء جعله الشارع له. أما إذا كان العيب حدث بعد البيع فهذا على ضمان المشتري ما هو على ضمان البائع، إذا حدث فيها عيب يعني اشتراها سليمة حدث فيها العيب بعد الشراء فهذا على ضمان المشتري ولا يضمنه البائع. نعم، هذا ضمان غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد الإخوة معه عملة أجنبية وهذه العملة قيمتها 13 ريال، فقلت له نعم. هذا السائل يقول: أحد الإخوة معه عملة أجنبية وهذه العملة قيمتها 13 ريال، فقلت له: أعطيك 10 ريالات وتعطيني هذه العملة التي معك، فهل هذا جائز؟ إن كانت العملة مختلفة فلا بأس بالزيادة والنقص، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلف جنس العملة فلا بأس أن تباع بأكثر وأقل بشرط التقابض في المجلس، ما إذا كانت العملة من جنس واحد فإنه لا يجوز فيها التفاضل، بل لا بد من التساوي والتقابض في المجلس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يحمل شهادة جامعية ويعمل بها ويسكن في بيت هو ملك لوالده ومتزوج أيضا، ويريد أن يتفرغ لطلب العلم تفرغا كليا وليس له مصدر للمال هو وزوجته، السؤال: هل تحل له الزكاة؟ وإذا كانت لا تحل له بماذا تنصحونه، علما بأنه يرغب بشدة أن يتفرغ لطلب العلم ويكون العلم هو همه الأول؟ نعم. هذا غرض صحيح وهو التفرغ لطلب العلم، يتفرغ لطلب العلم ويساعد من الزكاة لأن تفرغه هذا لغرض صحيح، بل غرض طيب وهو طلب العلم،
يتفرغ ولا بأس أنه يأخذ من الزكاة ما يساعده على طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال أتى من إحدى كليات البنات، وجاء في كتاب لأحد المعاصرين بعض العبارات والتي هي مقررة علينا في دراستنا الجامعية، وأرجو من الشيخ أن يبين صحة هذه العبارات، وهي أولا قوله أن هذا الكون لم يكن عفويا ولا مصادفة، إنما هو من فاعل صانع مختار ليس من جنس هذه الحوادث. السؤال: هل مثل هذه العبارات تستعمل في الثناء على الله أو في التعريف به؟ المعنى صحيح أن هذا الكون لا ليس هو نتيجة صدفة، ولا أنه وجد من غير خالق، بل هو موجود بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وإرادته. فالمعنى صحيح، وهذا يقصد به الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون الأشياء وجدت نتيجة للطبيعة. نعم. وجاء في اللفظة الثانية قولها أنه يقول أن الله تعالى متصف بصفة الوجود، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا، هذه ناقصة. يعني وصف الله بأنه موجود فقط هذا وصف ناقص، كل الأشياء موجودة، فوصف الله بالوجود فقط على وصف الناقص، بل الله جل وعلا يوصف بصفات الكمال التي فيها مدح وفيها ثناء وكمال على لله سبحانه وتعالى. أما الوجود فليس فيه مدح وليس فيه كمال، لأن كل الأشياء موجودة، حتى الأشياء التافهة هي موجودة. نعم. ثم جاء في اللفظ الثالثة أنه يقول الرب يطلق على معان منها أنه المربي المتصف بكل صفات التأثير من خلق ورزق وملك. السؤال: هل الله متصف بصفات التأثير؟ تأثير؟ التأثير. نعم، هذا معنى صحيح، أن من معاني الرب أنه الخالق الرازق المحيي المميت المربي لعباده بالنعم. نعم. وجاء في عبارتها الرابعة أنه يقول إن دليل التمانع مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ومن قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد. السؤال: هل الآيتان جميعا هما دليل التمانع عند أهل السنة؟ هذا ذكره شارح الطحاوية في شرحه، ذكر أنهم يستدلون بهذه الآيات على التمانع، على دليل التمانع، وهو ظاهر من الآية، ظاهر من الآيات أنه يمتنع أن يكون مع الله إله آخر، لأنه لو كان معه إله آخر لحصل الفساد لهذا الكفر، لحصول النزاع بين الإلهين، هذا يريد كذا ولا يريد كذا، فإما أن يحصل مقصود الاثنين، وهذا ما يمكن حصول تناقض، لأن هذا يريد شيء وهذا يريد خلافه، فلا يمكن حصول هذا الشيئين لأن هذا تناقض. وإما أن يحدث أو يوجد مراد الواحد منهما والآخر لا يحصل مراده، فيكون الذي حصل مراده هو الرب سبحانه وتعالى، والثاني لا يصلح للربوبية. فالمعنى صحيح من الآيات. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم. وهذا ذكره شارح الطحاوية. نعم. وتقول أحسن الله إليكم في سؤالها الخامس أنه يقول إن جبرائيل وميكائيل أكابر الملائكة، والسؤال: ما حكم إطلاق لفظ الأكابر على الملائكة؟ نعم، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء هما المقدمون في الملائكة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر
الاستفتاح. فلماذا خص هؤلاء الملائكة الثلاثة عليهم السلام؟ لأن جبرائيل ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض وحياة النباتات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأرواح والأجساد بعد موتها يوم الحشر. فكل ملك من هؤلاء الثلاثة موكل بنوع من الحياة، فلذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فهم من أعظم الملائكة. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا رجل عندي مهمة في منطقة، وطبيعة العمل تقوم بتصوير بعض المناطق في الطائرة، والعمل لمدة شهر يبدأ في الساعة في العاشرة صباحا. يقول أحسن الله إليكم: أنا رجل عندي مهمة في إحدى المناطق، وطبيعة العمل تقوم بتصوير بعض المناطق في الطائرة، والعمل لمدة شهر يبدأ من الساعة العاشرة صباحا لمدة 4 ساعات. السؤال: هل أصلي الظهر في الطائرة أم أصليها مع العصر عند انتهاء العمل جمعا وقصرا، وما توجيهكم لنا؟ نعم، إذا كنت تنزل في وقت الصلاة الثانية فإنك تؤخر الأولى وتصليها مع الثانية جمع تأخير. إذا دخل عليك وقت الأولى وأنت في الطيران، والطيران ينتهي في وقت الصلاة الثانية كصلاة العصر وصلاة العشاء، فإنك تؤخر الأولى وهي الظهر والمغرب، تصليها مع الثانية جمع تأخير إذا نزلت. أما إذا دخل عليك وقت الأولى قبل أن تصعد بالطائرة فإنك تجمع جمع تقديم، تصلي الصلاة التي دخل وقتها وهي الصلاة الأولى، ثم تقدم الصلاة التي بعدها وتصليهما جمع تقديم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، أنه كان إذا دخل وقت الأولى قبل أن يرحل صلى الظهر وقدم العصر وصلى جمعا ثم ركب، وإذا دخل عليه وقت الظهر أو وقت المغرب وهو يسير أخر الأولى وصلىها مع الثانية إذا نزل في وقت الثانية. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم فيما يفعله بعض الإخوان في التشهد، وذلك بتحريك السبابة يمينا وشمالا وفوقا وتحتا بحجة أن الله في كل مكان؟ إذا كان يعتقد هذه العقيدة هذا حلولي والعياذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل. تحريك السبابة ليس من لهذا الغرض الخبيث، إنما تحريك السبابة إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى الوحدانية، ولذلك يحركها عند لفظ الجلالة ويحركها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد، وليس إشارة إلى أن الله في كل مكان. من يعتقد هذه العقيدة فهو كافر حلولي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الكفر الذي يستخدمه الرجال هو نفس الكفر الذي تستخدمه النساء، فهل يجوز استخدامه؟ يجوز استخدامه للرجال والنساء، كحل يجوز استخدامه للرجال والنساء، ولكن استعمال الإسمد هذا أحسن، وهو الذي كان يفتحل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن بعض الإخوة إذا قلنا له إن العلم في زمن الفتن يؤخذ من كبار العلماء ممن شابت رؤوسهم في العلم، يحتج ويقول إن الشخص قد يعد من كبار العلماء وهو صغير السن، ويمثلون بشيخ الإسلام ابن تيمية، فما رأي فضيلتكم؟ نعم، العلم يؤخذ عن العلماء في كل وقت، في وقت الفتنة وفي غير وقت الفتنة، العلم يؤخذ عن أهل العلم، وكل ما كان العالم أكبر سنا فهو أحسن وأثبت، كل ما كان العالم أكبر سنا فهو أحسن وأثبت من صغير السن، وقد يوجد في صغار السن من هو أفضل من كبير السن كشيخ الإسلام بن تيمية في وقته، فلا بأس. المهم أن يتحقق العلم النافع عند الشخص، وإذا تساووا
فأخذ العلم عن الأكبر أحسن، وإذا تفاضلوا فيأخذ العلم عن الفاضل ولو كان صغيرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد دعاة جماعة التبليغ يقول: لقد ضيعنا الناس باسم التوحيد وجرأنا الناس على المعاصي، وذلك بقول أن الموحد يدخل الجنة مع وجود الذنب غير الشرك، توحيد وتوحيد وتوحيد، فبماذا نجيب الله عز وجل بوجود هؤلاء العاصين؟ والسؤال: ما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ هذا قول جاهل أو ضال، إلا أنه جاهل ولا يعرف الكلام في مسائل العلم، أو أنه يعرف ولكنه ضال ويريد تضليل الناس. فلا شك أن الشرك هو أعظم الذنوب، وأن صاحبه لا يدخل الجنة مطلقا، وأن صاحب المعصية ولو كانت كبيرة وهي دون الشرك هذا ترجى له المغفرة ودخول الجنة، وهذا الشيء ليس من عندنا. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالتوحيد يكفل لصاحبه الجنة إما ابتداء وإما في النهاية حتى ولو عذب. وأما المشرك فهذا لا أمان له أبدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل التوحيد لهم الأمن، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك لهم الأمن إما مطلقا وإما في النهاية. أما المشرك فليس له أمن مطلقا، وهو خالد مخلد في النار. فهذا الذي يقول أن التوحيد ضيع الناس هذا والعياذ بالله كلام شنيع، هذا كلام شنيع، كلام باطل. التوحيد هو الذي أصلح الناس، وهو الذي لا ينجو الناس به يوم القيامة من النار، فهو الأصل وهو الأساس. ولا مقارنة بين المعصية وبين الشرك، الشرك أعظم المعاصي ولا نجاة معه، أما المعاصي فهي تحت المشيئة، شاء الله عذب صاحبها وإن شاء غفر له، ولو عذب فماله إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول: هل يجوز لي أن أتوسل بعمل صالح لي بحيث أن أتصدق بمبلغ من المال ومن ثم أتوسل بهذه الصدقة لكي يحصل لي من المطلوب من الله جل وعلا؟ نعم، الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. يتصدق الإنسان من أجل شفاء مريضه أو شفائه هو. الصدقة فيها دفع للبلاء إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى، وهي عمل صالح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا صلى الإنسان صلاة الاستخارة فهل يقدم على الأمر الذي هم به أو ينظر ماذا يغلب على نفسه؟ وإذا لم يترجح عليه أو إذا لم يترجح له شيء فماذا عليه؟ نعم، إذا صلى الاستخارة ودعا بالدعاء فإن وجد في نفسه ميلا إلى أحد الطرفين فإنه يأخذ به، أن هذا علامة على أن الله دله على الخير. وإن لم يترجح عنده شيء فإنه يعيد الاستخارة ويعيد الدعاء حتى يترجح لديه أحد الطرفين، يكرر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وهناك أناس من زملائنا في العمل يتجمعون عند البوابة للتدخين لأن التدخين في الإدارة ممنوع، هل أسلم عليهم وهم في هذه الحالة أم أهجرهم؟ سلم عليهم وأنكر عليهم شرب الدخان والتظاهر بالمعصية، فإن امتثلوا وإلا فاهجرهم إذا كان الهجر يردعهم، إذا كان الهجر يردعهم فاهجرهم، وإن لم يكن الهجر يردعهم بل يزيدهم شرا فسلم عليهم وانصحهم وكرر النصيحة ولا تيأس وأنت تبرئ ذمتك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: لقد انتشر في الآونة الأخيرة عند الكثير ممن يغسلن الموتى بتمثيل تغسيل وتكفين الموتى، وذلك في مجمع من النساء وخاصة في دور القرآن، فما حكم هذا العمل؟ نحن ابتلينا بالتمثيل، والناس صاروا الآن ما يفهموا شيء إلا بالتمثيل، لأن الغرب يمثلون فنحن نريد أن نقلده، يعني بلغت بنا الغباوة إلى هذا الحد، فهذا عمل لا يصلح. تشرح طريقة التكفين والتغسيل، تشرح لهم شرحا ويكفي هذا. وأيضا إذا جاءت جنازة فأحضر عندك أو عندك أحضر عندك الذين يريدون أن يتعلموا، أحضرهم عند تغسيل الجنازة وتكفينها وهم يعرفون هذا عمليا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وتقول في سؤالها الثاني: يقمنا أو تقمنا مغسلات الموتى بذكر ما يحصل للميت للناس، وذلك في المجامع للمبشرات أثناء تغسيله أو خلاف ذلك من تغيير لون جسده أو تعفنه أو غير ذلك، الدلالة على سوء الخاتمة. والسؤال: هل هذا العمل جائز شرعا؟ وإذا كان غير جائز أرجو أن توجهوا نصيحة للأخوات اللاتي يغسلن الموتى، حيث أنهن يكثرن من ذكر حالات الموتى أثناء تغسيلهن. المغسل مؤتمن أمين على الميت، فلا يجوز له أن يذكر شيئا عنه، لا يجوز له أن يذكر الأسرار التي رآها، بل يحتفظ بها ولا يبديها للناس، لأن هذا يحدث عند الناس إساءة ظن بالميت إذا ذكر لهم أنه ظهر عليه لون سيء أو ظهر عليه كذا أو ظهر، هذا مسلم يستر عليه ولا يكشف أمره للناس، ويترك للاستغفار والدعاء له، وهذه أمانة، وهذا كتب فيه الصحف كما تعلمون في النهي عن هذا الشيء، وأن المغسل أو المغسلة مؤتمن فيحفظ هذا السر ولا يفشيه للناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما الرد على ما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر فتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله، فهذا يجب على ولي الأمر، على من صلاحية ولي الأمر أنه يكون جيوشا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا على القتال وعلى الجهاد، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع، من أراد بلادهم أو غزا بلادهم فإنهم يقاتلونه دفاعا عن حرماتهم، وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب، ما هو قتال دفاع فقط، قتال طلب لنشر الإسلام، وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد، لأن الجهاد يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة، هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، يكون هناك رايات وجماعات، هذا يحصل فيه كما جرب هذا، يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء، لازم توحد القيادة، قيادة الجهاد لازم توحد تحت راية واحدة لإشراف ولي أمر المسلمين. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يشرع لمن فعل خطيئة بأن يتوضأ رجاء خروج الخطايا منه مع الوضوء؟ ورد أنه إذا غضب الإنسان فإنه يستحب له أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان
والشيطان مخلوق من النار والماء يطفئ النار، فإذا غضب فإنه يستحب له أن يتوضأ، هذا في الغضب خاص. وأما إذا أذنب ذنبا فإنه يستغفر ويتوب ويترك الذنب ولا يشرع له صلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا عطف الشخص وهو وحده في مكان خال، هل يقول الحمد لله؟ وهل فعلا أن الملائكة تشمته؟ نعم، يقول الحمد لله إذا عطف، يقول الحمد لله ولو كان ما عنده أحد، لأن هذه نعمة، هذا العطاس نعمة يحمد الله عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إننا في منطقة يوجد فيها مسجد يسمونه الناس مسجد التيجانية، هل تجوز الصلاة فيه؟ وهل الواحد يصلي في غير هذا المسجد؟ هذا حسب حالة المسجد. إذا كان المسجد فيه قبر، إذا كان المسجد مبنيا على قبر فلا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات. أما إذا كان المسجد خاليا من القبر فلا بأس، وليس فيه بدع ظاهرة تمارس فيه، فلا بأس بصلاة الجماعة فيه، صلاة الجماعة فيه إذا كان خاليا من القبر وخاليا من البدع الظاهرة التي تمارس عند الصورية، فلا بأس بالصلاة فيه. أما إذا كان فيه بدع وفيه محدثات فالمسلم يلتمس مسجدا خاليا من البدع مهما أمكن، وإن كان فيه قبر فلا يصلي فيه مطلقا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من قال إن الكفار اليوم ليسوا أعداء ديننا الإسلامي، إنما هم أعداء للمسلمين أو لنا، نحن الذين لم نعرف كيف نقيم هذا الدين، ونحن الذين جعلنا التوحيد مطية لمصالحنا مثل الجهاد في سبيل الله وغيره من العبادات التي تغيرهم؟ هذا كلام فاضي ليس فيه معنى، لا معنى فيه، وكلام جاهل ولا مضلل. فلا شك أن الكفار أعداء لديننا وأعداء لنا جميعا، وأعداء لله قبل ذلك، أعداء لله وأعداء لدينه وأعداء للمسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. فهم أعداء لله وأعداء لدينه وأعداء للمسلمين للجميع. ونحن لا شك عندنا تقصير وعندنا خطايا، لا شك فيه، لا نزكي أنفسنا من ذلك، وعلينا أن نصلح مجتمعنا، علينا أن نصلح مجتمعنا حتى ينصرنا الله إذا جاهدنا وقاتلنا. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعلينا أن نصلح أنفسنا أولا ونجاهد أنفسنا أولا، ومن لا يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد الكفار. لا بد من جهاد النفس أولا، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين والعصاة، ثم جهاد الكفار. جهاد أنواع لا بد أن تتحقق جميعها، أما إذا تحقق بعضها دون بعض فلم تحصل النتيجة المطلوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت تسأل: هل هناك دروس في الأسبوع القادم؟ لا تستعجلوا قبلها، نحن سنعلن إن شاء الله في آخر الأسبوع، في آخر الأسبوع سنعلن إذا كان فيه دروس أو ليس فيه شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة الرجل مع امرأته جماعة إذا كانوا في سفر؟ لا بأس بذلك. قالوا: تنعقد الجماعة بالاثنين، ولو أن أحدهم امرأة تنعقد بهم الجماعة، ولكن إن كانت المرأة أجنبية ليست من محارمه فإنها تكون خلفه.
يكون خلفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرج أحد الزملاء من المستشفى وأردنا أن نجمع من كل واحد مالا قليلا لأجل إقامة إكرام له بمناسبة خروجه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: خرج أحد الزملاء من المستشفى وأردنا أن نجمع من كل واحد مالا قليلا لأجل إقامة إكرام له بمناسبة خروجه، فقال أحد الزملاء: إن هذا يكون من البدع الإضافية وأنه غير مشروع، لا فيه اجتماع، وقد يكون سنة متبعة، لأنه في الأسبوع الماضي خرج واحد من المستشفى وفعل معه مثل ذلك، فهل هذا الكلام صحيح وما توجيه فضيلتكم؟ هذا من المباحات ومن إدخال السرور على المريض الذي خرج من المستشفى، فهو من المباحات أليس بدعة، هذا من الأمور المباحة فلا بأس به إن شاء الله، ولكن أرى أنه إن كان الذي خرج من المستشفى فقيرا محتاجا فالأولى أن هذه الدراهم التي سيقام بها على الاحتفال تقدم إليه لينتفع بها بدل إقامة الوليمة أو الاحتفال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في ربط جملة الله أكبر في الأذان الثانية فتصبح جملة واحدة؟ الأذان 15 جملة لا يربط بعضها ببعض، كل جملة تكون منفردة عن الأخرى، تكبيرات تفصل كل تكبيرة عن الأخرى، هذا هو الأكمل والأحسن، وإنما يقرنونه الآن من باب التلحين والتطريف، وإلا لو فصلوا كل جملة لكان هذا هو الصحيح وهذه هي الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أثار الرافضة حديثا في صحيح البخاري في الحوض أن الصحابة رضي الله عنهم يردون عن الحوض حتى لا يبقى منهم إلا مثل همن النعم، وقالوا إن لفظة همن النعم دالة على قلتهم وأنهم ارتدوا كما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، فهل هذا استدلال صحيح وما ردكم عليهم؟ الذين ارتدوا هم الرافضة وليس الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على الإسلام وماتوا عليه إن شاء الله، والذين ارتدوا عدد قليل من الصحابة، الردة في غيرهم، الردة في غيرهم أكثر وفي الرافضة أكثر وأكثر، أما الصحابة فإن الله أكرمهم وثبتهم على دينهم ولا عرف عنهم ردة إلا أفرادا قليلين، وبعضهم تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام مثل طليحة الأكدي، تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام. نعم. وقاتل في سبيل الله واستشهد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذه العبارة أو هذه المقولة صحيحة؟ نحن نركز في هذا العصر على توحيد الربوبية ونجعله هو الأصل، لأن بعض الناس عندهم توحيد العبادة لكنهم يخلطونه ببعض الشوائب مثل زيارة القبور والحلف بالأولياء، فتوحيد الألوهية لا يفقه إلا بتوحيد الربوبية، فما توجيه فضيلتكم؟ توحيد الربوبية هذا عند المشركين ما جحده أحد، ولو كان التركيز عليه يكفي لاكتفى به الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يدعو إلى توحيد الربوبية لأنه حاصل وموجود، وإنما دعا إلى توحيد الألوهية، والأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الألوهية، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما قال اقروا بأن الله هو الخالق الرازق، لأن هذا موجود من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا لا يكفي الدخول في الإسلام، فمن أقر بتوحيد الربوبية واقتصر عليه لا يدخل في الإسلام ولا يدخل الجنة حتى يضيف إليه توحيد الألوهية، ولهذا قالوا إن توحيد الربوبية مستلزم في توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن بتوحيد الربوبية، فلا بد من الأمرين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هذا حاصل عند جميع الأمم،
أما توحيد الألوهية فهذا نادر عند الناس، لم يتمسك به إلا القليل من الأمم، والخلاف فيه كثير ولا يزال حتى في هذه الأمة الخلاف في توحيد الألوهية الآن، في عبادة القبور وعبادة الأضرحة وتعظيم الأولياء والصالحين إلى حد أن يعتقد أنهم يتصرفون في الكون ويشاركون الله عز وجل، ويقال هذه صفات كرامات وما أشبه ذلك من الخرافات. فالحاصل أنه لا بد من التركيز على توحيد الألوهية، لأن الخلاف فيه قديما وحديثا. أما توحيد الربوبية فلم يحصل فيه خلاف لا قديما ولا حديثا، كل يقر به إلا من جحد وعاند مثل فرعون مثل الدهرية، فهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم شذاذ في العالم. نعم. ثم هم مقرون به في الباطن، من أنكر توحيد الربوبية في الظاهر فهو مقر به في الباطن، لأنه يعرف أن هذا الكون لا بد له من مدبر، لا بد له من خالق، ولا بد أن يتولاه رب يدبره. فهذا بإجماع العقلاء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض، بل لا يوقن. هذا برهان واضح على أنه هذا الكون له خالق وهو الله سبحانه وتعالى، لا ينكر هذا أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء القنوت عقب كل صلاة حين ينزل بالمسلمين مصيبة، وكان هذا في جماعة في المسجد. السؤال: هل يجوز لامرأة أن تدعو دعاء القنوت عقب كل صلاة في بيتها بسبب الأحداث التي تصيب المسلمين الآن؟ وما هي شروط القنوت في الفريضة في جماعة؟ الدعاء مشروع وليس بممنوع، الدعاء للمسلمين وللمظلومين هذا مشروع دائما وابدا، ولا يمنع منه احد انه يدعو للمسلمين ويدعو للمظلومين ويدعو على الظلمه وعلى الكافرين، هذا ليس بممنوع، ولكن لا في الصلاه ولا خارج الصلاه، لا في الركوع ولا في السجود ولا في التشهد الاخير قبل السلام، المجال مفتوح للدعاء وبعد الصلاة. أما القنوت في الفريضة فهذا لا بد من الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل التي يشرع من أجلها القنوت والنوازل التي لا يقنت فيها. والصلاة كما تعلمون عبادة، لا يجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء إلا عن طريق أهل العلم الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل التي تستدعي القنوت في الفرائض. فليس هذا مفتوحا لكل أحد يتلاعب في الصلاة ويزود فيها، وقد يدعو في حالة لا تستدعي القنوت، وقد يدعو لأناس لا يستحقون الدعاء لهم لما عندهم من المخالفات العظيمة. فالذي يقدر هذا هو أهل العلم، والمرجع في هذا إلى أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على الثاني يقول: الحلف من أجل الإكرام هل فيه كفارة أم ليس فيه كفارة؟ نعم، إذا حلفت على أحد أنه يفعل شيء أو لا يفعله فخالف يمينك وجبت عليك الكفارة، لأنك قد حنفت فيها. نعم، سواء تريد الإكرام أو لا تريد الإكرام، إذا خالف اليمين وجبت عليك الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكمة في اختصار حلاقة المولود على الذكر دون الأنثى؟ وهل الإقامة مشروعة في إذن الوليد اليسرى أم لا؟ الحكمة في حلق رأس الذكر دون الأنثى أن المرأة والأنثى لا يجوز حلقها، لا، المرأة لا تحلق رأسها لا كبيرة ولا صغيرة، وإنما الحلق خاص بالرجال كبارا أو صغارا. والحلق إنما ورد في
رأس الحسن والحسين وهما من الذكور، ولم يرد في حق النساء أنه يحلق رؤوس أو أن أحد حلق رؤوس المولودات، ما ورد هذا. وأما الأذان في أذن الغلام اليمنى والإقامة في أذن اليسرى، هذا ورد فيه حديث لكنه فيه مقال نظر، فإذا فعله الإنسان لا ينكر عليه، وإذا تركه فلا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل بعد، مع العلم أننا في مسجد كبير، فلو أردنا إكمال الصف الأول فاتتنا الركعة؟ لا، ما يجوز ابتداء صف ثاني حتى يتكامل الصف الأول، لا بد من هذا، فلا يبتدا صف ثاني إلا بعد إكمال الأول. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج، فإذا ترك الصف الأول لم يكمل صار فيه فرجة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالترابط في الصفوف وسد الفرج، فيكمل الصف الأول ثم يبدأ الصف الثاني. ولو فاتتكم الركعة أكملوا الصف الأول ولو فاتتكم الركعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل رمز نفسه بالسلفي، يقول: من هم العلماء الذين تنصحنا بأخذ العلم عنهم في هذا الزمان؟ العلماء كثيرون ولله الحمد، وأحسن الظن في العلماء ما لم يظهر على أحد منهم ابتداع أو شذوذ، والأصل فيهم العدالة ولله الحمد. أحسن الظن بالعلماء وخذوا عمن تستفيدون منه، ومن ظهر منه منكر أو شرك أو ابتداع فابتعدوا عنه إذا ظهر منه شيء، وما دام لم يظهر منه شيء وأنتم تستفيدون من علمه فإنكم تستفيدون من علمه وتطلبون العلم عليه. إلا من تبين فيه ضلال أو بدعة فإنه يجتنب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعتبر بالسلام بواسطة الإشارة فيه، وهل هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه؟ السلام يكون بالكلام، لا بد من الكلام، والنطق بالسلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان بعيدا لا يسمع الصوت فإنك تسلم وتشير لتنبهه إلى أنك تسلم عليه، فتجمع بين الإشارة باليد والسلام باللسان باللغة. نعم، ولا تكتفي بالإشارة فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول القائل يا حيل الله؟ يا حيل الله، هذا الحول من صفات الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، من صفات الله الحول والقوة، لكن الصفة ما تدعى، ما يقال يا وجه الله، يا يد الله، يا قدرة الله، يا قوة الله، ما تدعى الصفة، وإنما يدعى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن، وهل هو سنة أم بدعة؟ الدعاء عند ختم القرآن سنة من عمل السلف، كانوا يجتمعون عند ختم القرآن وينادي بعضهم بعضا، فيدعو الذي ختم القرآن يدعو، والحاضرون يؤمنون على ذلك لأن هذا مظنة الإجابة، هذا من عمل السلف. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم أكل القير والقاف، لأن بعض الناس يقول القير لا شيء فيه؟ القير أنا ما أعرفه، ما أدري عنه، أما القاف فهو حرام وأشد من الدخان، القاف مكثر أشد من الدخان، فحرمته أشد من حرمة الدخان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة التسابيح، وما هي إن كانت صحيحة؟ صلاة التسابيح بدعة، هذه لا يجوز فعلها، لأن الحديث الوارد فيها حديث باطل غير صحيح، ليس له سند صحيح، وهي أيضا في صفتها مخالفة للصلوات، لأن فيها قراءة في الركوع، قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهذا ليس في الصلوات،
لا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن، أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وإنما قراءة القرآن في حالة القيام فقط. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فصلاة التسابيح مخالفة للصلوات في صفتها، وسندها ساقط لا يحتج به، فهي بدعة من البدع. والذي يريد الخير ويريد الصلاة، الصلوات المشروعة والموافقة للسنة كثيرة ولله الحمد، صلاة الضحى، صلاة الليل، سنة الوضوء، كل هذه صلوات، والتنفل المطلق في الليل والنهار ما لم يكن وقت نهي، المجال مفتوح لمن يريد، ويصلي الصلوات المشروعة المعروفة، ولا يلجأ إلى الصلوات الشاذة والغريبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا نسي المصلي سنة من سنن الصلاة مثل أن يجهر في الركعة الثالثة أو غير ذلك، هل يجب في حقه سجود السهو أم يستحب أم ماذا يفعل؟ يستحب سجود السهو إذا ترك سنة أو جهر في موضع إسرار أو أسر في موضع جهر، هذا لا يجب عليه سجود سهو، لكن إذا سجد من باب الاستحباب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الزانية في الدنيا يحرم من الحور العين في الجنة حتى لو تاب؟ لا يحتاج إلى دليل، الذي في الجنة لا نقول فيه إلا بدليل. فما الدليل على أن هذا المسلم إذا تاب إلى الله توبة صحيحة أنه يحرم من الحور في الجنة؟ هذا لا دليل عليه. نعم، فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قام الإمام إلى خامسة في الصلاة الرباعية ثم نبه على ذلك لكنه ما رجع، هل يعتد المسبوق بتلك الركعة الخامسة عند قضاء ما فاته أم لا؟ لا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة التي يعلم أنها زائدة، لأنها غير صحيحة، لأنها ركعة غير صحيحة، فلا يعتد بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة تتعلق بالهجرة إلى بلاد الكفار. إلى بلاد الكفار. هذا السائل يقول: عندنا في بلاد الكفر أنه إذا أراد الرجل أن يتحصل على الجنسية يقسم على أن يكون وفيا لهذه البلاد الكافرة، هل يجوز له فعل ذلك؟ وما حكم حصوله على جنسية تلك الدولة؟ لا يجوز له أن يأخذ جنسية الكفار، لأنه إذا أخذها خضع لأنظمتهم الكفرية ويجبرونه على ذلك، لأنه أصبح من رعاياهم، فلا يجوز له أن يتجنس بجنسية الكفار. لكن إذا كان مضطرا للإقامة هناك يقيم مع احتفاظه بدينه، ولا يدخل تحت جنسيتهم، يبقى على جنسيته في بلاد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي السؤال الثاني، وهي عن امرأة تقيم في أوروبا تسأل عن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين بغير محرم، هل هذا يجوز لها؟ نعم، هذه مسألة مستثناة من اشتراط المحرم للمرأة، أنها يجوز لها السفر للهجرة بدون محرم، كما هاجرت الصحابيات من مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم، لأن هذه مسألة ضرورة وورد بها دليل، وما عداها لا بد من المحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت امرأة تصلي بالنساء إماما في الصلاة في صلاة جهرية، هل تجهر بالقراءة أم لا، مع العلم بأنه ليس حولها رجال يسمعونها؟ وإذا كان حولها رجال هل تجهر بالقراءة؟ إذا لم يكن حولها رجال ولا يسمعها إلا النساء فإنها تجهر بالقراءة في موضع الجهر، وأما إذا كان حولها رجال يسمعون صوتها فإنها لا تجهر، لأن صوتها فتنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه لسبب موجب للطلاق؟ لا يجوز إلا إذا كان له عليه ولاية،
كون صغير أو مجنون أو معتوه إذا كان له عليه ولاية فإنه يطلق عليه، أو الإبن وكله في ذلك، والإبن وكل الأب في أن يطلق زوجته لا بأس. نعم. عفى الله إلا الطلاق بيد الزوج، قال صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج يعني. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن 7 سنين ما معنى هذا الأمر؟ فهل يوقظ لصلاة الفجر؟ وهل تلزم البنت بجدد الحجاب الشرعي؟ نعم، يؤمر الطفل المميز بالصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبب، الذكر والأنثى يؤمرون بالصلاة، والذكر يعود على الذهاب إلى المسجد صلاة مع الجماعة، يخرج مع أبيه ويصلي في المسجد، وأما الجارية تصلي في البيت. هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. شبقية السؤال: وهل تلزم الجارية بالحجاب؟ ما دامت لم تبلغ لا تلزم بالحجاب إلزام، وإذا أمرت به من باب التدريب عليه وتعويدها إياه هذا شيء طيب، لكن الإلزام ما تلزم به إلا إذا بلغت إلى حاضر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إذا حاضت أو تمت 15 سنة أو حصل منها إذا حصل منها احتلام مثل الذكر، تبلغ بما يبلغ به الذكر وتزيد عليه بالحيض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذا القول: الذي يجي من الله حياه الله؟ يعني رضا، هذا معناه الرضا، كلام صحيح يعني معناه الرضا بما أراد الله سبحانه وما قسم الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من هم السروريون؟ وهل هم أهل المنهج الوسط؟ وما حكم تصنيف الناس إلى سروري وسلفي وتبليغي ونحو ذلك؟ أنا لا أعرف السروريون، أعرف الحنابلة والشافعية والمالكية وأهل السنة والجماعة، أما ما عدا ذلك فلا أعرفهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كنت مريضا وطريح الفراش. نعم. هذا السائل يقول: لقد كنت مريضا وطريح الفراش وبالمشقة أتوضأ، وقد صليت المغرب وجمعت معه العشاء 4 ركعات، ثم اشتد علي المرض وذهب بي إلى المستشفى، وبعد ساعات أحسست بنشاط ثم أعدت صلاة العشاء، هل عملي هذا صحيح؟ وأرجو التوجيه لمن هو في مثل حالتي. المريض يجمع إذا احتاج إلى الجمع، إذا كان الجمع أرفق به فإنه يجمع، وما فعلته ما دمت أنك محتاج للجمع فعملك صحيح، وإذا جمعت لا تعيد الصلاة لأنك صليت وأنت معذور، يجوز لك الجمع وجمعت الحمد لله، تكفي الصلاة التي جمعتها مع المغرب أو مع الظهر، لأنك حين الجمع وأنت معذور، إذا زال العذر بعد ذلك فلا تعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا مدرس وتلزمني الإدارة بأداء الصلاة مع التلاميذ، مع العلم أن المسجد قريب من المدرسة، وأحيانا أسمع الصلاة تؤدى في المسجد ونحن في الحفظ، هل يجوز ذلك أم يجب علينا أن نجيب النداء؟ الأصل إجابة النداء والصلاة في المسجد، لكن إذا كان بقاؤك في المدرسة فيه مصلحة لضبط التلاميذ وإلزامهم بالصلاة فهذا عمل طيب، تعذر في ترك الذهاب إلى المسجد لأجل هذه المصلحة العظيمة، وهي الإشراف على التلاميذ في الصلاة وضبطهم، هذا عمل جيد وتعاون على البر والتقوى. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل وذلك في فترة الحولين، وهل هي ضارة بالصحة؟
يجوز أخذ ما يؤجل الحمل، يجوز للمرأة أخذ ما يؤجل الحمل إذا كانت لا تستطيع الحمل لمرض فيها أو لأنها ترضع ولدا لها وتربيه، وإذا حملت تعجز عن إرضاع طفلها. إذا كان تأجيل الحمل لعذر شرعي فهو جائز، إذا كان لعذر شرعي فهو جائز تأجيل وأخذ الحبوب التي تؤجل عليها الحمل إلى أن تستطيع استقبال الحمل الجديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في الجزمة إذا لم يمسح إلا على الشراب، وهل يمسح على الشراب ثم على الجزمة؟ إذا بدأ المسح على الشراب فإنه لا بد من مواصلة المسح عليها، ولا يجوز المسح على الجزمة. أما إذا بدأ المسح على الجزمة فإنه يمسح على الجزمة حتى يخلعها، فالعبرة بما بدأ المسح عليه من الشراب أو الجزمة. وتجوز الصلاة في النعال والصلاة في الخفاف إذا كانت نظيفة، إذا كانت نظيفة وطاهرة تجوز الصلاة فيها، خصوصا إذا كان ملزما بلبس الجزمة مثل الجنود ملزمون بلبس الجزمات أثناء العمل يصلون فيها إذا كانت نظيفة ولا تلوث المسجد وطاهرة لا تخل بالصلاة فلا بأس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال: حاذوا فيما بين المنافذ والأكرب الحديث، هل المقصود بهذه المحاداة المساواة وأيضا الملافقة أم فقط المساواة؟ نعم، المقصود هي التراص ولا يكون في هرج، تعديل الصف، محاداة المنافذ والأكرب لأجل تعديل الصف لا يكون فيه اعوجاج، هذا مقياس للاعتدال في الصف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد رضعت من جدتي أم أبي عدة أشهر، ورضعت في المقابل عمتي من أمي عدة مرات وأشهر. نعم. يقول: سلمك الله، لقد رضعت من جدتي أم أبي من جدتي أم أبي عدة أشهر، ورضعت في المقابل عمتي من أمي عدة مرات وأشهر. السؤال: هل يحق لي أن أتزوج من بنات عمي أو بنات عمتي؟ من بنات عمك، أنت رضعت من جدتك أم عمك، يعني أنت تكون أخا لعمك فلا تتزوج بنته، لأنك تكون عما لها من الرضاع. إذا تزوجت من جدتك أم أبيك فلا تتزوج من ابنة عمك، لأنك تكون عما لها من الرضاع، فهو عمك وأنت أخوه من الرضاع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا سافرنا إلى أي بلدة خارج السعودية تقام إجراءات التفتيش، وإذا دفعت مالا يمشونك بسهولة، وإذا لم تدفع يؤخرونك ويبهدلونك، فما حكم دفع هذا المال؟ والله هذا رشوة، لأنك إذا دفعت المال تضر غيرك، يقدمونك على غيرك من المستحقين، هذا رشوة، أصبر إلى ما يجيك الدور، ولا تظلم الناس وتتقدم عليهم وأنت متأخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي السؤال الأخير يقول: إذا أوترت قبل أن أنام ثم قمت قبل الفجر بنصف ساعة وأردت إذا أوترت قبل أن أنام. نعم. ثم قمت قبل الفجر بنصف ساعة وأردت أن أصلي صلاة الليل، هل أختمها بوتر أم يكفي الوتر الأول، أم أشفع الوتر الأول ثم أوتر في آخر الليل؟ لا، الصحيح أنك تكتفي بالوتر الأول وتصلي بعده ما يسر الله لك من آخر الليل ولا توتر، يكفي الوتر الأول، هذا هو الصحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الوتر، وصلاة المغرب وتر كما تعلمون، وهذا معها لم تصلي بعدها الصلاة.